السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البسطيله الحوت، كتجي زوينه بزاف وسهله في التحضير ديالها. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنا واحد نص كيلو ديال الفرخ، عندي كيلو ونص ديال المارلو شرائح، عندي هنايا جوج كيلو ديال الكروفيت خديتو فخي ونقيتو باش كيبقى فيه المذاق كيجي مزيون حسن من هذاك لي كونجيلي. عندي هنايا شامبينيون نوار غسلتو مزيان وطحنتو، ليمونه مصيره طحنتها، ابزار، قزبر، حبوب، كمون وفلفل احمر ومليحه. وهنا الشعريه الصينيه درقتها في المطايب كيف كتعرفوا ديما، غادي نقطعها ان شاء الله. وعندي القزبر والمعدنوس والثوم. دابا ان شاء الله هذا غادي ندير ليه شويه ديال المليحه، وشويه ديال الابزار، وندير الفران سخون، غادي ندخلو الفران. بالنسبه للميرلو غادي ندير ليها الثومه، شويه القزبر والمعدنوس بحال هكا، قزبر حبوب، فليفله حمراء، شويه الكمون، الكمون كنديرو غير شويه باش ما كتطلقش المعوره. وغندير واحد النقيطه ديال الزويته بلديه ونديرها فوق البوطه تحري واحد شويه على ما طيب باش نقيها. دابا نشلت عليه البوطه عافيه مهيله ونخليه يتشحر واحد شويه، راكم عارفين الفوط دغيا كتب الفوط البيض واحد شويه، ومن بعد نحيدها ونطلقها ان شاء الله. من بعد ما طابت ليا الميرلو هنا نقيتها، دابا غادي ناخذ الكروفيت غادي نديرو في نفس هذه اللي طيبت فيها الميرلو، غادي ندير الكروفيت ديالي كامله. هو غادي نشحر مزيان، والمريقه اللي غادي تبقى غادي نشحر فيها الشامبينيون، غادي نزيد مع الكروفيت شويه ديال الثوم وشويه ديال صافي، ونديرو فوق البوطا يتشحر ان شاء الله. مين يتشحر نتلاقا. بعد ما طاب لينا الكروفيت درت الشامبينيون نوار في داك الشريميلا اللي كانت مازاله لي، وزدت على داك التومه اللي كانت مازاله، درت ليمونه مصيره مطحونه وشويه ديال الكمون. غادي نشحرو شويه في المقله داك الشامبينيون يشرب داك الشريميلا باش كيجي لذيذ زوين بزاف. وغادي نزيد الليمون الزيتون مقطع ونخلي الحشوه ديالي تبرد ان شاء الله. من بعد ما شحرنا الشامبينيون والزيتون وما داكش فاميلا، هنا الشعريه قطعتها باش ما كتبقاش طويله، وكندير لها هاد الشامبينيون باش كتشرب مزيان. غادي نخلط فيها هاد الشامبينيون هذا حتى تشرب الشعريه، وديك الساعه نتلاقاو باش نلوي البسطيله ديالنا. بردات مزيان، من بعد ما الحشوه ديالنا بردات مزيان، هنا الطاوه ديال البسطيله كندهنوها بزويته كما كتعرفوا دائما، وكنبداو نفرشوا على الجوانب ديالو. كلشي كيعرف يلوي البسطيله بواحد الطريقه ديالو، كنديروا الجوانب ديالها ورق بسطيله نحاولوا نقددوه. هنا في الوسط غادي ندير جوج وريقات، الورقة خاصها تكون مدهونة مزيان، باش كتجينا مقرمشة. نديرو فرماج ونعملو كمية ديال الشعرية،
نحاول نوجدوها بشكل متساوي. غادي نوزع الحوت ديالي بهذا الشكل، من كل نوع غادي ندير شويه. غادي نديرو الفرماج من الفوق، غادي نزيد واحد الكمية ديال الفرماج ونتلاقى معكم ان شاء الله. من بعد ما زدت الفرماج ندير الكمية ديال الشعرية اللي مازال، نزيد هذيك الكمية اللي مازال لي ديال الشعرية، نحاول نديرها بواحد الشكل متساوي. نحاول نعمرو الجنيبات، داك ساعتين دابا ان شاء الله غنزيد الحوت لي مازال. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، سهله وكتوجد دغيا دغيا، ما فيهاش تماره بزاف. يبغى الكميه ديال الحوت كل واحد على حساب المتوفر عنده. دابا ان شاء الله غنزيد الفرماج من الفوق باش نزيد البسطيله ديالي. عندي هنايا بيضه ولا صوص صوجا، كندهن الجوانب ديال البسطيلة كنسد بحال هكا. نستعمل بهذه الطريقة تنغلفها كاملة ونطلقها ان شاء الله. دابا ان شاء الله ندخلها للفران طيب ونطلقها بالشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلة ديالنا، انتم كيف كتشوفوا جات رائعة ومقرمشة. زينا بهذا شوية ديال الكروفيت، حطينا في المقلم شوية ديال المليحة وشوية ديال الابزار. نتمنى منكم تجربوا هذه الطريقه، سهله وبسيطه وما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.